حيث الله فناقي المستنقع فقد تعيش أيام مظلمة حيث الله. الحرية للجميع عند نهاية الجال. تحية نضالية عالية لكل المناضلين الأحرار والحرائر. تحية نضالية لكل المناضلين المتواجدين في كل النقاط سواء داخل هذا المستنقع، ليس الدولة وإنما مستنقع فقط. وتحية لكل الإخوان المتواجدين عبر كافة الدول. في هذا اليوم نستحضر هذه الذكرى للسنديد الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي رضوان الله عليه. وبالنسبة الحدث تاريخا الجمول محمد، نتمنى أذيري مستقبلا أجمي غزان هني المدارس الجديد غاسند اللوحة سران دبوا أجمي غزان المدرسة الجديد غاس سران دبوا مدرسة عدن بن السوق. أجمي غزان المدرسة النظمي اسم مدرسة محمد بن عبد الكريم الخطابي. أجمي غزان المدرسة لجميع المداشر في المدار الحضاري والقروي وفي مختلف الجهات. أجمي غزان المدرسة غاس اللوحة صدرة اسم مدرسة عبد الله التهامي. نادى المدرسة قناص مدرسة حاجة كارعوش. نيو مدرسة نشدي نيو نوح مجيق. سما ندخل المجاهدين روح الناس أذيرين المقررات الأحداث التواريخ نجا للمنطقة نعرف من ما وأذيرين معطيات دقيقة للأجيال المقبلة. وتحية الإخوان ديال التحقيق لجميع النقاط. وتوجه نوجه نداء أيضا لهذه القوات والقوة غنقاد جنيفا واني رحيماز العلاس. ووجه نداء ربما سوف يسمع الجميع وينتظر الجميع عبر جهاز فيسبوك. نوجه نداءنا لكل القوات سواء من الدرك والأمن والقوى المساعدة الذين يشكلون عراقل في حالة عندما تكون مسيرة في مختلف المناطق ويشكلون عرقلة سير للإخوان الذين يكونون قادمين من مختلف الجهات ليلتحقون بإخوانهم، نقول لهم من هذه الساحة ومن هذا المستنقع كما تشاهدون، بالنسبة لهذه القوات هم حالا بين قوسين ويعيشون حالة ارتفاك وحزن ومضايقات، وهناك أيادي خفية وراء ذلك، ونحن نعلم محيطكم جيدا وبدقة. لذا نقول لكم لهذه القوات المتواجدين في السكنات في مختلف النقاط، ما عليكم إلا بإخلاء هذه المنطقة، لقد حان الأوان وستتضح الأمور للنائم والمغفل والمستيقظ. وتوجه نداء يا نظام هز شيوشك بكره الشعب راه يدوسك. يا نظام هز شيوشك بكره الشعب راه يدوسك. يا نظام هز شيوشك بكره الشعب راه يدوسك. وتوجه نداء المقدم مجددا عماني مجن مقدم الياريف ورا ذي المغرب كمر المهم قانص ذي المغرب كمر المهم عموما روح المقود دائما يمجن ربما قضى 4 ثقان سرتنا قيسوها ابو غنيم المقود دائما يمجن الياريف الياريف ذي متعنني الطواف عني التليفون اثني مرقا من نارنا الاداره الدرقن متوقفين اخصاص التليفون الطابع في سوا اسير الاخوان قاش تقدم الاعتذار الانضمام ثم الانضمام الاعتذار يعتبر نصف الرجولة في هذه اللحظة العسيرة.
أيها الإخوان، أتوجه التحية لمارك وما أدراك بمارك، حفظه الله ورعاه، لأن هذا الشخص نحيي هذا الفكر الذي أمدنا بهذا الجسر في هذا الوقت المظلم والعسير والمزري، واستطاع أن يخترق عدة حواجز وفي ظرف وجيز، والفضل يعود لمارك وما أدراك بمارك، لا وهو مارك زوكنبير. نتوجه نداء الإخوان الحاضرين في الجهاز حول ما أمكن وتوسيخ شيء. وروخ مارك وميغا الجهاز قول جيشي سو جديدين إرفنداز المونتشو مانار رسمي اكسيتيرا بوكو دو شوز. وتوجه التحية لجميع ذوي الضمائر الحية والعقول السليمة، وبالنسبة للإخوان مواجف الضمير الذي حاول أن يترجع عيش المنطقة اللي يفغاني من غادي هو هذا من جانب، والإخوان المزيد من الصمود ثم الصمود، ونتمنى الشفاء العاجل للسنديد ناصر زفزافي. وكما نوجه نداء آخر لآذان صامة من يصغي إلينا في هذا المستنقع، أناشدكم مجددا المسؤولين الذين صادروا تعليمات وأوامر في هذه المنطقة وبدأوا باختطافات في المروحيات وفي السيارات وما إلى ذلك، لقد حان الأوان. واتسراش نخباغا قاد قاون كيران قا كذا قا العفو. وبالنسبة للأحزاب فاءت بالفشل في هذا المستنقع، أو نقصن شن حزب هذا الكتاب يتضمن 60 حزبا. أقل أشكو مغالط ذا شو بيدقي نغشي الدكاكين، لا للدكاكين لا للبيادق لا للطهاق لا للغزاة لا للمستبدين لا للمستعمرين. ونتوجه النداء الإخوان الحول ما يمكن تجاوز المراهن الكراهية جرسم. وبالنسبة للانتخابات باءت في الفشل، وبالنسبة للقانون أتأسف لذلك الشخص الذي قام بترتيب هذه الحروف تعتبر كلمة قانون. هي كلمة قانون كلمة جافة لن تثمر ولن تنتج، هي كلمة مزيفة ومجحفة. أما بالنسبة للدستور فالدستور لا يصنع بالأيادي الفارغة، فالدستور لا يكتشف ولا يستخرج من الأدغال. الدستور جاء في الوحي المنزل وهبط في غار حراء وربما يعرفه ما زالت مرتبطة بأفواه المدافع لحد الساعة. أما بالنسبة للعدالة فمارسها شخص واحد يدعى عمر وما أدراك بعمر، وعندما رحل عمر صاحبته إلى المقبرة. القانون الجي قادي زفني وجل، القانون يخسر ذلك الساحة في الميدان. وبالنسبة للحقيقة أتأسف عن ذلك، كما قال ديوجي كلبي رحمه الله في الحقبة الزمنية الماضية، في الحقيقة هي ذاتها لم تراب عن مجردة، وتحية الصمود والنضال لكافة المناضلين، ودمتم للنضال أوفياء، ودام النضال والنصر لكم ولنا في بقاع العالم بأسره. السلام عليكم.